مرحبا. أهلين. إيه اللي بتفهم؟ كلنا نسوان هنا في الصالون، ما تشلحي الخيمة اللي لابستيها وتتبلبطي. يا أختي أنت شو دخلك فيها؟ اختصري. فكيني أنت الثانية، بدي أخلص. نطها كمان عشان الكل يسمعها. الله أكبر. إذا قصيتي شعرك كيري والله لا تطلع شقفي بالبقلك. كيف بدك أعمل شعرك؟ يعني دقردي؟ يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالون اللي قد كسر العقربة. الله عروسه مش انتو، ما بدي اقص شعري. شو صاير برا؟ انت بعتني انك حتفتح صفحه جديده، بس تذكر وتذكر يا دابن عن جد بحبك. شو بعمل فيك؟ بدهم يحرروا الاسد. هدول بدهم مش الاسد، بدهم يمسحوا الاخضر واليابس. ما تسيبيكي من اللي بيصير برا، تعالي خلصي لي. عاد عاجبك اللي بيسويه حبيبك السرسري؟ انتوا عارفين اكب حمار بذبح له في النهار؟ هذا على العيد بوكلش بوزه الا من كاظم. شو بعمل لك بابا عكسيش؟ معلش يا اخوات عملنا شوي. هاك يا سكروا الصالون، فينستيريا الخناولة سنة. هينا انحشرنا، عجبك؟ هينا قعدت هنا متصلنا. طب شو رأيك تخليهم يمعطوكي بالحلاوة؟ والله إلا تطلع تبرق برق. الله يجعله برق ينزل عليك ويحملك طيرك.